السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ النهاردة ان شاء الله احنا هنتكلم على الصوديوم كربونيت وايه هي الموست امبورتنت بروبرتيز للصوديوم كربونيت. الصوديوم كربونيت ده عبارة عن وايت باودر ايزلي ديزولف ان ووتر، اتس سولوشن. لما بيعمل سولوشن بيبقى السولوشن ده دي الكالاين افكت، يعني بيحول الليتمس بيبر انتو بلو. احنا بنسميه ثيرمال ستيبل. يعني ايه ثيرمال ستيبل؟ يعني لما احب اسخنه ما بيحصل له ميلتنج بس ما بيحصلوش ديكومبوزيشن، يعني ما بيتحولش للبرايمري كومبوننت بتاعته، بس هو بيسيح مباشره، بيبقى صوديوم كربونيت مولتن. كمان ات رياكت ويز اسيد، لما بفعله مع اسيد بيديني اسيد، بيديني سولت بلس ووتر بلس كربون دايكسايد جاز، يعني لازم يخرج لي كربون دايكسايد. ايه هي الموست امبورتنت يوزز؟ انا بستخدمه ان مانيفاكتشر اوف جلاسز، ان بيبر اندستريز، تكستايل اندستري، ويوزد ان ريموفينج بيرمننت ووتر هاردنس. يعني ايه نشيل الريموفينج البيرمننت هاردنس؟ يعني يشيل خشونه الميه اللي هي بسهوله بستخدمه تو ريموف ستينز فروم كلوزز. Preparation of sodium carbonate in the lab. ازاي احضر الصوديوم كربونيت في اللاب؟ عندي اكتر من طريقه. الطريقه الاولانيه اني اعدي كربون دايكسايد على هوت سولوشن من الصوديوم هيدروكسيد، فده هيديني، وبعدين اسيبه يبرد، فده هيديني صوديوم كربونيت ووتر. طيب والهايدريتد صوديوم كربونيت اللي هو صوديوم كربونيت وز ووتر بنسميه ووشينج صودا، اللي هو Na2CO3 10 ووتر، because it used to remove the water hardness. يعني ايه بقى اشيل the water hardness؟ which arises from the presence of soluble calcium and magnesium salts in water, where washing soda react with these salts forming calcium carbonate و magnesium carbonate which is insoluble in water. يبقى ال hardness بتاعت المية مين اللي بيمثلها؟ الكالسيوم والمغنيزيوم ions اللي موجودة في المية، فلما بيتفاعل معاهم الصوديوم كربونيت بيتحول الى كالسيوم كربونيت ومغنيسيوم كربونيت انسوليبل ان ووتر، بيترسبوا تحت، وده بنشوفه يا اولاد مع الووتر لما بنحط فيها اي ماده من الصوديوم كربونيت. بعد كده ازاي احضر البريبريشن بتاع الصوديوم كربونيت ان اندستري، وبنسميها سولفي بروسس. بحضرها عن طريق ان انا في عالم اسمه سولفي هو اللي قال اني هجيب الصوديوم كلورايد واحط عليه امونيا وحط عليه صوديوم كربون دايكسايد وحط عليه ووتر، وبعدين هيخرج لي صوديوم بي كربونيت وامونيوم كلورايد. هاخد الصوديوم بي كربونيت ده اسخنه هيديني صوديوم كربونيت ووتر وكربون دايكسايد. دي طريقه تحضير الصوديوم كربونيت باستخدام سولفي بروسس، اني هجيب الامونيا مع كربون دايكسايد مع صوديوم كلورايد دايب في ميه، هيطلع لي صوديوم بي كربونيت وامونيوم كلورايد. هاخد الصوديوم بي كربونيت اللي طلع اغليه واسخنه، هيتحول الى صوديوم كربونيت ووتر فيبر وايه وكربون دايكسايد، اللي اتبقى ده هو صوديوم كربونيت. من هنا هقدر اخرج بايه هي البايوكيميكال رول اوف صوديوم اند بوتاسيوم ايون. هو انا ممكن استخدم الصوديوم والبوتاسيوم ايون؟ قال لي طبعا. صوديوم ايونز بستخدمها، بتبقى موجوده اصلا فين؟ في البلاد بلازما ده داخل جسمنا، وفي الانتر سيلولار فلويدز ان ذا بودي، يعني في اي فلويد موجود جوه جسمنا داخل الخلايا وكمان البلاد بلازما. ايه الرول بتاعه؟ have an important role in vital processes because they represent the required medium to transfer the nutrient، زي الجلوكوز وزي الامينو اسيد. يبقى هو يمثل ميديوم مطلوبه عشان تحول النيوترينت زي الجلوكوز والامينو اسيد. بجيبه منين؟ ايه السورسز بتاعته؟ الفيجيتابلز والميلك اند اتس برودكت. طيب البوتاسيوم ايون قال لي it is considered from the common ions present inside the living cell. اي living cell يا اولاد جواها صوديوم ايون، اي liquid inside the body، اي fluid inside the body contains sodium ions. biological role بتاعها is have important role in oxidation of glucose، يعني البوتاسيوم ايون بيخش في عملية oxidation of glucose and producing the energy required for vital processes. synthesizing the protein which control the chemical reaction in the cell. ايه السورسز بتاعته؟ بجيبه منين البوتاسيوم ايون ده؟ بجيبه من الميت، من الايج، من الميلك، من الفيجيتابلز، من السيريالز. سيريالز يعني الحبوب. وهنا انتهى الجزء الاولاني من الشابتر 4 اللي هو ليسون 1.